السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة قطر في بولندا أو رقم السفارة القطرية في بولندا. رقم التليفون هو 00 48 22 6 4 2 8 8. يبقى تاني، رقم سفارة قطر في بولندا أو رقم السفارة القطرية في بولندا 00 48 22 6 4 2 8 8. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.